هاي أصدقائي، معكم أنخيلا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. هلا أميغوس، استوي كون أستاذز أنخيلا دي تركيا. نوسترا رسيتة دي أوي إس دي لا كوثينا بالاستينا سارتين دي توماتي كون كارني. استلست إن يوتيوب أورا إي بروبارادا بارامي سوي أنخيلا. هاي أصدقائي، سأكون اليوم معكم أنا أنخيلا من تركيا. وصفتنا لهذا اليوم هي من المطبخ الفلسطيني، قلاية البندورة باللحمة. الوصفة أصبحت جاهزة على اليوتيوب الآن من إعدادي أنا أنخيلا. وهكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، لذيذة وشهية، ويمكنكم اعتبارها كوجبة غداء أو حتى عشاء. بألف صحة وعافية، وتحياتنا إلى الشعب الفلسطيني. وقبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. والآن هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة اللذيذة من فلسطين معي أنا أنخيلا. باموس. والآن إليكم المقادير: 250 جرام من الطماطم، 250 جرام لحم بقري أو لحمة غنم مفرومة، بصلة متوسطة الحجم، 10 فصوص من الثوم، زيت زيتون. أما بخصوص البهارات فسوف أذكرها لكم لاحقا في الفيديو. ها هي جميع مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. اختصارا للوقت، أنا فرمت الطماطم ناعما، ها هي أمامكم، اللحمة مفرومة جاهزة، وفرمت كذلك البصلة والثوم. الآن سأضع بما يعادل 3/4 قدح الشاي ماء. بعد ذلك سأضع اللحم في القدر هكذا لتسويته. هكذا يبدو معنا اللحم عندما شارف على أن يكون ناضجا. سأنتظر دقائق بسيطة حتى ينشف تماما من الماء، وهكذا يبدو اللحم بعدما نضج. أترى؟ سأرفعه من النار الآن. أضع بدلا منه المقلاة. ملعقتين من زيت الزيتون. انتظر الزيت قليلا يسخن. الآن سأضع البصل.
وأقلبه. انتظر حتى يأخذ البصل اللون الذهبي الجميل. الآن سأضع الثوم وأعود تقليبه. جينيكو جينيكو حبيبتي حبيبتي، أنا هنا حبيبي. بدأ بالغناء، إنه سعيد. وبعدما أخذ البصل اللون الذهبي الجميل سأضع فوقه اللحم. النار متوسطة. الآن سأضع البهارات. ملعقتي كوب فلفل أحمر حار، وكاري ملعقة كوب مملوءة، رشة ملح، وملعقة شاي فلفل أسود. وأقلبه. Thank you.
قطعة ملعقة من زيت الزيتون أخرى، وأعود التقليب. الآن سأضع الطماطم. أقلبها حتى تنضج الطماطم. وتقليبها مرة أخرى. سأضع فلفل أحمر، هذه حسب الرغبة، وكاري. بعد ذلك سأعمل على تغطيتها حتى تنضج. وهكذا تبدو معنا بعد مرور 15 دقيقة أطفأت عنها النار. هكذا تبدو. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم من المطبخ الفلسطيني قليت البندورة باللحمة قد أصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. Espero que te guste nuestra receta de hoy, sartén de tomate con carne de la cocina palestina. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. متابعي قناتنا الكرام، ولكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى، يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، من خلال الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات، ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أحبتي، إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اكتبوه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم أنخيلا من تركيا، أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.